الزيل اللي بمدة تجزالي هاتي الليل المدار أيض نسمها تندفع الصوت ما تحتاي عالي ذايرة بالصوت تركض عكرمها من شمقها نايرة والمود عالي هاتي الليل المدار أيض نسمها تندفع الصوت ما تحتاي كرمها من شمقها نايرة والمود عالي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ بسم الله نتوكل من خلال انطلاقة الفترة المسائية والجولة الأولى التي تنطلق من خلال أربعة أشواط لسن اللقاية نذكر بانطلاقة جولة الرموز والتي سوف تنطلق بإذن الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم نسير مع سن اللقاية ومع هجني أصحاب سمو الشيوخ بهذه الاندفاعة القوية والعملاقة لمسافة الخمسة كيلومترات عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسينج وقنوات الكاس أيضا بالنقل الحي والمباشر لهذه الرياضة العربية الأصيلة أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى والمركز الأول هذه نوايد من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يتقدم على المركز الأول بينما المركز الثاني وصلت في أيضا تحفل هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يتقدم والدخول من براكة لهجن الرياسة الظافر علي بن يمي اللهيبي يقدم لنا هذا الاسم تدخلت الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي يقدم هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع مشاهدين الأعزاء الدانة خذت المركز الخامس لهجن الشحانية وغيرت إلى المركز الرابع محمد بن خالد العطية التضمير والتدريب بينما هناك جمايل هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم لنا هذا الاسم وتدخلت الشامخة أيضا لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثامن الوصول من ثغرة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية والمركز العاشر وصلت الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي بينما أيضا الدخول هناك من خلال شفا لهجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن يمي اللهيبي من أيضا يأتي بجمايل وأيضا بشفا وببراكة في هذا الشوط هكذا نتيجتنا ونيدان الأول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى صدارة الأولى إلى المركز الأول عودة إلى أيضا اللي في الصدارة والمركز الأول هذه تحفة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يتقدم البرنس يقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا اندفاعة تحفة على المركز الأول بينما المركز الثاني المركز الثاني نوايد لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير والتدريب وصلت هذه اللحظات براكة على المركز الرابع لهجن الرياسة أيضا علي بن يمي اللهيبي في التضمير والتدريب بينما جمايل من الزاوية الأخرى لهجن الرياسة يقودها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بينما أيضا اللي خدت المركز السادس المركز السادس الشامخة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير هو التدريب ناخذ المركز السابع المركز السابع الدانة لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية يتقدم أيضا من خلال تواجد الدانة على المركز السابع في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام المركز الثامن ثغرة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية المركز التاسع وصلت فيه الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي وصلت شفا في هذه اللحظات
وتقدمت ايضا لهجن الرئاسة يقودها ظافر المضمرين علي بن يمي اللهيبي. هذه نتيجتنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هذه انطلاقة الجولة الاولى. نذكر باشواط الرموز، نذكر ايضا بكأس اللقاية المفتوح، نذكر بانطلاقة اشواط الرموز الخاصة بهجن اصحاب السمو الشيوخ في تمام الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم. كونوا مع الموعد ومع الإثارة والقوة في تحديات وانطلاقات هذه الأمسية مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. تحفى على المركز الأول، تحفى على الصدارة الأولى هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يتقدم البرنس، وصل المجازف أيضا يقدم الشعار الأحمر، يتقدم من خلال جمايل لهجن الرئاسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا جمايل المركز الثالث. هجن العاصفة، هجن العاصفة قادمة، هجن العاصفة مع الشاهينية وغيات الهلالي يتقدم على المركز الثالث. اليوم ايضا هجن العاصفة تقدم نوعيات فاخرة وجميلة في الفترة الصباحية وتشارك في الفترة المسائية من خلال هذا التواجد. تدخلت براكة لهجن الرئاسة، الظافر علي بن يمي اللهيبي يتقدم من خلال تواجدي براكة من الزاوية الأخرى. الدخول من نوايد هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، يا سلام يا سلام. الدخول على المركز السادس من القادمة الشامخة لهجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز السابع، القدوم في سابع المراكز. القادمة الدانة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية. وصلت الشاهينية الأخرى لهجن أيضا العاصفة، غيات الهلالي. شفا قادمة لهجن الرئاسة، الظافر علي بن يمي اللهيبي. الوصول من ثغرة لهجن الشحانية، يتقدم أيضا محمد بن خالد العطية. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير. الله 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 الله، الصدارة وين؟ المركز الأول، الصدارة الأولى. نوايد، نوايد هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، وهناك براكة هجن الرئاسة، علي بن يمي اللهيبي. وصلت الشاهينية لهجن العاصفة، وصلت الشامخة لهجن الرئاسة. يا سلام يا سلام، منطقة الأعلام. نوايد على الصدارة، نوايد على المركز الأول لهجن الشحانية. أيضا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم، يقدم هذا الاسم. أيضا الوصول، الدخول عادت مرة أخرى. أيضا هناك جمايل، جمايل جمايل لهجن الرئاسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم، وصلت الشاهينية لهجن العاصفة. غياث الهلالي يقدم لنا هذا الاسم على المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الله. أيضا الحمر خطر، الحمر خطر، بدأ يغير المركز الأول. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم من خلال تواجد جمايل على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز جمايل بالمركز الأول. مركز ثاني شاهينية لهجن العاصفة، المركز الثالث وصول في ثالث المراكز. هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذه المنافسة، المركز الثالث الشامخة لهجن الرئاسة، المركز الرابع نوايد لهجن الشحانية، وخامسا المركز الخامس هناك تحفة لهجن الشحانية. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا هذا الشوط الرئيسي في الفترة المسائية من خلال انطلاقة الجولة الأولى. لأيضا جمايل هي بطلة هذا الشوط. لهجن الرئاسة تهانينا، لهجن الرئاسة تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 7 دقائق 21 ثانية وفاء وتماما وكمالا. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي ب7 دقائق 21 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصلت فيه الشامخة لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، حيث قطعت المسافة ب7 دقائق 22 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.